السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. معكم أخوكم أشرف خليل من قناة فريلانسر أكاديمي. اليوم شباب زي ما وعدتكم داخل الجروب راح نتكلم عن سكريبت بسيط، سكريبت إيباي أفليت بارتنر نتورك. هذا السكريبت يعمل على جلب وسحب منتجات إيباي ويضعها داخل موقعك الخاص بسرعة البرق، تحصل من خلاله على موقع خلال دقائق معدودة يحتوي على مئات الألاف من المنتجات، تستطيع تقديمه لمحركات بحث جوجل مع بعض التعديلات راح نشرحها ونتكلم عنها إن شاء الله. أن السكريبت يعجبكم بإذن الله رب العالمين، ما بده شغل كثير، بده شوية تركيز، وإذا ركزنا مع بعض راح يكون الموضوع كثير سهل علينا. متطلبات العمل: بداية احنا محتاجين يكون عندنا دومين عشان نرفع عليه هذا السكريبت، لان هذا السكريبت بدعم PHP. محتاجين يكون عندنا FTP client. FTP client اللي ما بيعرفه هذا هو برنامج ال FTP client. هذا البرنامج بيمكنك من رفع اي ملف، زي لما ندخل على cPanel اللي هو الفايل مانجر، نفس عملية الفايل مانجر بيسمح لك انك ترفع ملفات بشكل مباشر داخل موقعك داخل فولدر الموقع. احنا بحاجة يكون عندنا موقع، رابط هذا الموقع، ممكن نستخدم السكريبت كصفحة رئيسية للموقع، وممكن نستخدمه داخل ملف، ممكن نستخدمه كسب دومين. واللي ما بيعرف شو يعني سب دومين شباب، طبعا زي ما انتم بتعرفوا الدومين اللي هو الاسم مثلا www. وليكن اشرفخليل.com. انا لو بدي اعمل سب دومين مثلا وليكن www. مثلا احمد دوت اشرف خليل، السب دومين اللي هو احمد اللي بيجي قبل الاسم وبعديه بتيجي الدوت او النقطه مثلا. ممكن تستخدم هذا الاسلوب انك تعمله من خلال سب دومين، وممكن تستخدمه من خلال الدومين بشكل مباشر، وممكن تستخدمه من خلال فولدر اضافي داخل الموقع. انا اليوم راح اشرح من خلال فولدر اضافي لانه عباره عن ديمو بس عشان تقدر تعرفوا طريقه العمل. بناء عليه انت لك القرار. والان راح نتكلم عن طريقة الخطوة الثانية اللي احنا بنحتاجها شباب، نحتاج ان يكون عندنا حساب ايباي بارتنر عشان نسحب منه الكامبين اي دي. والان راح نتوجه مع بعض بداية على الايباي بارتنر نتورك، واللي اشتغل معنا مسبقا في هذا المشروع في هذا الموضوع راح يفهم علي مباشرة بشكل سريع ايش اللي انا بقصده في كل كلمة. واللي ما اشتغل معي شباب، هذا الموقع بتقدمه ايباي كخدمة افليت اللي هو عبارة عن تقدر تاخذ روابط. الروابط هاي ممكن تكون على شكل RSS feed، ممكن تكون من خلال Key API، ممكن تكون من خلال campaign. يعني كثير في لها tools متوفرة داخل هذا الداشبورد. eBay بتمنحك عمولة، طبعا الشباب برضو اللي اشتغلوا معنا بيعرفوا وشرحناها فيما سبق، عمولتها جيدة تصل الى ارقام ممتازة للامانة. إيباي طبعا زي ما بتعرفوا انتو يعني عندها ترافيك عالي جدا، انت ممكن تستغل هذا الموضوع. عندها منتجات عليها طلب كبير جدا، ممكن تستغل هذا الموضوع. يعني بدها دائما العمل من خلال الانترنت شباب بحاجة الى حنكة، بحاجة الى ذكاء في العمل. العمل ما بيكون دائما تقليدي. انا راح اشتغل امامكم، ولكن راح اترك بعض الامور راح اشرحها شفهيا واترك لكم انتو تشتغلوا فيها حتى يكون لكم لمستكم الخاصة على السكريبت والتعديل والأمور، لكن راح أفهمكم أنا كيف ممكن تعملوا. بداية راح نتوجه على الداشبورد الخاص فينا بالإيباي بارتنر نتورك. بعد هيك راح نذهب على الكامبين من هون ونضغط على Create Campaign أو Create New Campaign حسب ما هو موجود عندك. بعد ما نفتحها مباشرة هنا بيطلب مني الاسم، أنا هنا راح أضع الاسم اللي بدك إياه، ما عندي مشكلة. أنا راح أسميه أشرف، سوري طبعا راح نسميه اشرف، مو مشكله يعني. وهنا راح نكتب برضه اشرف، ما عندنا مشكله. احنا كل اللي بدنا اياه بدنا ناخذ بس الاي دي الخاص فيه. نضغط على كرييت. هنا صار في عندي اشرف جاهز، وفي عندي فور اول ديجيتال برودكت، ايهما بدك اياه بيشتغل. هذا شغال وهذا شغال، ما عندك مشكله. كل اللي انت بحاجته انك تسحب هذا الرقم من هون وتعمل له كوبي وتخليه عندك. هذه الخطوه الاولى. بعد هيك نتجه مباشرة على الفولدر الخاص بالموقع أو بالسكريبت. نفتح الفولدر بهذا الشكل شباب، راح تجد هذه الملفات كلها داخله. هون الآن بدي أنا منكم شوية تركيز وحذر
في بعض الملفات وإحنا نشتغل فيها عشان يكون شغلنا سليم وصحيح 100%. أول ملف راح نقوم بفتحه هذا الملف شباب اللي راح تجده أنت عندك، ما راح يكون مكتوب ولا أي شيء أمامك هون زي ما أنت شايفه. هذا ملف دبل كليك بتفتح عليه هون. لو كبرنا الويندوز عشان تكونوا فاهمين علي، هون أنا موضح لك، هون أول سطر هذا موجود بعد السلاش اللي هون، مكتوب عندي إيباي. إذا أنتم ملاحظين عندي هون مكتوب إيباي، المقصود فيها اسم الفولدر اللي أنا بدي أحط فيه السكريبت، اللي هو هذا الفولدر اللي أنا شغال من خلاله شباب، اللي هو كل هذا الفولدر، الفولدر اسمه إيباي، أنا راح أرفعه كما هو بنفس الاسم. أنت في حال بدك تغير اسم الفولدر ما عندك مشكلة، لكن أنت راح تضطر أنك تغيره من هون، بتخلي سلاش زي ما هي وبتكتب اسم الفولدر اللي بدك تضيفه. هذا الكلام في حال كان إضافة الملف بعد الدومين، اشرح لك اياها بطريقة اخرى عشان تفهمها علي بطريقة افضل من هيك. راح نفتح تكست بوكس هون عشان اعطيك المثال. الان هذا التكست بوكس لو انا عندي الموقع W، ركزوا شباب، W اشرف خليل .com، هذا هو الموقع الرئيسي تمام. اذا انا بدي موقعي او هذا الفولدر يكون اللي الوصول له بهذه الطريقة eBay، هذا هون احنا بنسميه انه فولدر، هذا فولدر احنا اضفناه على الروت الدومين الرئيسي، قمنا بإضافة الفولدر. في حال اني انا بدي اعمل سب دومين راح يكون بهذا الشكل www. مثلا ebay.ashrafkhaleel.com او .net او .info او .whatever تمام. هذا يسمى سب دومين، اللي هو هذا هو سب دومين، اللي هو هذا الاسم اللي كان هون صار الان هون. الحالة الاخيرة مثلا انه بده يكون عندي مباشر على الهوم www.ashrafkhaleel.com. الان في هاي الحالة انا بدي اقوم بتفريغ كامل الملفات، الفولدر اللي داخل الفولدر هذه كلها بدون الفولدر الرئيسي، يعني ما بدي انا يضل كلمة ايباي، بدي انسخها بهذا الشكل هيك كلها كوبي واروح اوديها على الملف الرئيسي اللي هو هون، اللي هو داخل الببليك HTML تمام. موضوع والله سهل شباب، بس بده شوية تركيز، بده بس شوية تركيز. احنا الان في هذا الشرح راح نشتغل بالخيار الاول، هذا هو. انا عندي موقع اسمه www digital sell.net، راح اضع انا الفولدر اضافي واسميه ايباي، فراح يكون عندي الرابط زي ما انتم شايفين، هذا هو رابط الفولدر اللي انا بدي، اذا وضعت هذا الرابط بالمتصفح لازم ازور السكريبت اللي انا شغال عليه. فاذا هون صار عندي اسم الفولدر هذا بعد السلاش، هو اللي راح نستخدمه بالملف هون زي ما هو موجود عندنا امامنا، هذا هو الايباي الملف. في حال سميته اشرف بتغير هذا الاسم اشرف، في حال وضعته رئيسي على الموقع مباشره بتحذفه من هون مباشره، هو السلاش بتخليه مش موجود، هيك بصير يروح عندك على الروت مباشره على الرئيسي بدون ما يضطر انه يدخل على ملف الفولدر. واضحه هاي المعلومه شباب؟ تمام. بعد هيك بننتقل هون يور سايت، هون زي ما انتم شايفين .com.net اللي هو انا هنا مباشره راح احذف هذا الاسم وراح اضع مثلا دي سوري اوكي اوكي ديجيتال سيل .net عندي، والان بقوم بتغيير .com ل .net، بدل ما كانت .com صارت هي برضه .net. وهنا هذا الأول، وهنا عندي بالمباشر الثاني مباشرة بقوم بنسخ هذا الرابط من هون، هنا طبعا بنقوم بإضافته بدون HTTPS أو www، بس بنحط الاسم مباشرة مع .net سوري .net هون، وهنا بنضيف .net. إذا كان .com بتخلي بدل النت هنا com، وبتخلي هنا برضو com، والاسم هنا بدون إضافة أي اختصار أو أي بداية أو يعني بدون HTTPS بدون www إلى آخره.
هذا بهذا الشكل فقط. يعني انت الان بتقوم بس بحذف هذا من هون، وبتضع اسم الموقع مع دوت نت دوت كوم دوت انفو الى اخره، وهنا الدوت نت زي ما هي. بعد هيك بنقوم الان بنسخ هذا الرابط من هون، وبنضع الرابط بهذا الشكل، فبصير عندي الرابط بهذا الشكل https://www.digitalsale.net. هذا هو الرابط اللي انا بدي اشتغل عليه، ومن هنا نفس الشيء بقوم بحذفه، بقوم بإضافة التي لأن أنا أخطأت بالكوبي. صار عندي هذا الملف في البداية جاهز. أتمنى يكون واضح شباب. أنا أتمنى أني بدي أعيده مرة ثانية، ولكن أنا بعرف أنه الشباب عندي، في بعض الشباب بحبوا أني أكون مستعجل بالشرح. الآن الملاحظة اللي بعطيك إياها، إذا كان في ملف فولدر بهذا الشكل، راح ننزل على هذا السطر، راح نجد عندي موجود هنا كلمة إيباي. انا من رايي ما تغير اسم الفولدر عشان ما تضطر تبحث وين اسم ايباي وتقوم بتغييره، خليه اسمه ايباي زي ما هو. اذا بدك تضيفه على الرابط عشان ما تضطر انك تغير هذا الرابط، اذا بدك تغيره ولا بد، فبدك تشيل كلمه ايباي من هون وتغير بس الكلمه. هيك بكون عندي هذا الملف الاولاني جاهز. بنقوم باغلاق الملف مع سيف. بعد هيك شباب بنذهب مباشره الى ملف الكونفيج، نفتحه من هون. هذا الملف من هون شباب بيطلب مني مباشرة أول سطر زي ما شايفين سايت نيم مكتوب هون، السايت تايتل اللي هو إيش بده يكون اسم السايت اللي بيظهر بالتايتل من فوق عند عملية البحث. أنا هون راح أسميه مثلا إيباي، أوكي إيباي ستور فور إكزامبل. وهنا بيسألني الاسم اللي مكان اللوجو اللي بيكون دائما على الشمال، بيكون لوجو عندي صغير، راح اغيره. وايش بدك تسميه؟ هنا بنسميه برضو سوري راح نعمله بهاي الطريقة، اوكي باي ستور بهذا الشكل. وهو نفس الاسم برضو انا راح اخليه هون زي ما انتم شايفين. الان اللي بدي اياك تنتبه له شباب، شايفين الفواصل هذه اللي انت شايفينها، الكوما اللي هون، الكوما اللي هون الصغار هذول، اللي هون اللي هون، انتبه انك تحذف اي شيء منها لانه انت بتخربط كيان السكريبت كامل، فبدك تخليه زي ما هو بدون اي تعديل. بس بتروح تمسح الكلام وتغير بس الكلام، غير هيك ما تغير شيء. الان هون بيطلب مني الفولدر الرابط المباشر للفولدر اللي انا بدي اوصل له، اللي هو ما زي ما احنا ذكرناه هون، اذا بتتذكروا ذكرناه هون، هذا هو. الان انا بدي اقوم بنسخ هذا الرابط، طبعا بدي اضيف له هون https نقطتين بهذا الشكل. الان صار عندي هذا هو الرابط، الفولدر كامل زي ما هو، بدي انسخه من هون واقوم بوضع الفولدر كامل بهذا الشكل. هيك صار عندي هذا هو الروت الخاص بالفولدر. يعني من خلال هذا النص انت بتقوم تقدر توصل لرابط الفولدر بشكل مباشر. هون خلصنا هذا السطر. بعد هيك بننزل للسطر اللي هون اللي هو كامبين اي دي، هذا هو شباب، هي انا كاتب لك اياه هون. بنروح على موقع الايباي اللي كنا فيه، وبنقوم بنسخ هذا الكود، بنضعه بهذا المكان فقط بهذا الشكل، تمام. هنا طبعا مش مطلوب منك تعدل اي شيء ثاني، لانه هنا انا معدل لك اياه وعامل لك الليمت 1000. يعني في بعض الامور انا عامل لك اياها على اساس انه ما يتم اي معارضات مع ايباي ولا معارضات مع محركات البحث، ويشتغل عندك بشكل سليم 100%. هنا هي طبعا برضه ما تلعبش فيها ال 20%، يعني الامور الباقيه ما تعدلها، بس عدل الامور اللي تكلمنا عنها. زائد انه هنا في عندي الثيمز اللي بدك تستخدمه، هذا اسمه شباب اللي احنا راح نستخدمه الان. لو رحنا احنا على ملف السي اس اس هون ودخلنا، راح نلاقي في ملف اسمه ثيمز. لو دخلنا راح تجد عندك هون ما يقارب ال 15 ثيمز. اشتغل على الثيمز اللي بدك اياه. كل المطلوب منك انك تعمل كوبي للاسم من هون بهذا الشكل، وتروح على ملف الكونفج وتعمل له بيست هون. انا راح اشتغل على نفس الثيم اللي انا وضعته، وانت اذا بدك تغيره بتقدر تجربهم واحد واحد، ولكن بحذر انك ما تلعب بالكوما اللي هون او اللي هون، ولا تحذف اي شيء.
مباشرة بنقوم بإغلاق هذا الملف، بنعمل سيف. الآن صار عندي الملف إعداداته جاهزة، بتوقع إنها سهلة ما بدها أي تعديلات أكثر من هيك. الآن شباب كل المطلوب مني، طبعا ممكن في بعض الشباب بيسألوني إنه يا ريت لك لو شرحت لنا كيف نربط الـ FTP بالموقع، ويا ريتك شرحت لنا كيف نعمل كذا. هاي الأمور راح ياخذ معنا وقت طويل شباب. أنا الآن بتكلم، المفروض أنت كصاحب موقع باي ديفولت لازم تكون عارف كيف تتعامل مع الـ FTP. أنت كصاحب موقع المفروض عارف شو هاي الملفات، كملف إندكس، كملف فوتر، كملف هيدر إلى آخره، تكون عارف شو المقصود فيها. فبتوقع أنه المفروض إحنا كأصحاب مواقع نكون مش بحاجة للشروحات الزايدة، فعشان هيك إحنا راح نختصر ونوصل للهدف اللي بدنا إياه. وفيما بعد طبعا أي مساعدة أنا إن شاء الله ما راح أقصر معاكم، والموضوع إن شاء الله أنه بسيط. الآن صار عندنا الفولدر جاهز اللي هو فولدر الإيباي. كل المطلوب مني شباب إني بدي أتجه الآن، أغلقنا هذا الفولدر وبدي أتجه على الFTP. بعد ما قمت بتسجيل الدخول على الFTP، الآن كل المطلوب مني شباب إني أذهب. الآن شباب هذا هو الفولدر زي ما أنتم شايفين، هذا هو الفولدر. كل المطلوب مني هون الآن إني أقوم برفع هذا الفولدر بشكل مباشر على الملف الرئيسي. أنا قمت برفعه الآن وهذا الملف صار عندي جاهز. صار عندي الملف الآن جاهز هون زي ما أنتم شايفين شباب، قمت برفعه. هذا هو الملف وهذا هو محتوياته اللي كنا نتكلم عنها. هذه هي نفس المحتويات، نفس التعديلات اللي تكلمنا عنها. الآن صار عندي الموقع جاهز والصفحة جاهزة، ما بدها أي شيء أكثر من هيك. كل مطلوب مني أفتح البراوزر من هون وأتجه على الفولدر اللي طلبناه وأعمل، أعتقد أني على البيست أنا محطوطة، لا مش موجود على البيست. أوكي، www.digitaldigital.net/ebay. نقول بسم الله وندخل على السكريبت. هذا هو السكريبت شباب اللي انتم شايفينه أمامكم، ما في أي شيء، ما زلنا ما في أي شيء. الآن لو رحنا بس ضغطنا على find من هون تبدأ تجيني كل المنتجات. هذه المنتجات بدأت تيجي شباب، هذه المنتجات. الآن طبعا من هنا تقدر أنت تختار السوق اللي بدك إياه، أمريكا، كندا، بريطانيا، أستراليا إلى آخره. من هون طبعا هنا بتقدر تختار اسم المنتج اللي بدك إياه، وليكن مثلا على سبيل المثال مكافي مثلا، ونضغط find. الآن بقوم بسحب جميع منتجات اللي بتخص المكافي ويجيب لك إياها على الموقع. زي ما انتم شايفين أصبح الآن عندي هذه المنتجات اللي بتخص المكافي كاملة وصلتني هون. من هنا طبعا خلينا نظل فوق بداية بعدين ننزل تحت. من هنا طبعا زي ما تكلمنا بتقدر تحدد السوق اللي بدك إياه تبحث من خلاله. من هنا بتقدر تختار بيست ماتش، بتقدر تختار اللي بدك إياه من هون، الأقل سعرا، الأكثر، الأعلى سعرا، الأحدث، اللي يقارب على الانتهاء. بتقدر تعمل بحث بالطريقة اللي بدك إياها، كله شغال معك. قبل ما نتحول هون بدي تلاحظوا وتنظروا على الرابط كيف بتغير. هون بيختلف عن الـ RSS feed، هون بمعنى أنه أنا بقدر هذه روابط دايناميك بيتم توليد هاي الروابط، يعني باختصار هذه الروابط يتم أرشفتها في جوجل. الآن راح أحكي لك أنا يعني أشرح لك بس بشكل بسيط شو اللي أنت بدك تعدله أو تغيره أو تضيفه عشان ما يصير عندك مخالفة مع جوجل وأرشفة جوجل، عشان تكسب أرشفة جوجل بهذا الموضوع. قبل ما ننتقل لهاي الخطوة نكمل من هون. من هون بنعمل زوم، إحنا نستطيع أن نصغر حجم المنتجات. كل ما أنا صغرت الحجم كل ما زاد عندي عدد المنتجات، كل ما كبرت أنا الحجم من هون كل ما قل عندي عدد المنتجات، ولكن صارت الصورة أكبر بشكل أوضح زي ما أنتم شايفينه. لو نزلنا تحت شباب على الآخر طبعا من هون من المور برضو بقدر أنا أبحث من خلال أي سوق أنا بدي إياه، وليكن كندا مثلا. فالآن راح يعطيني أنا من خلال كندا، زي ما أنتم شايفين الرابط صار كندا مكافي، برضو أعطاني المنتجات اللي بالسوق الكندي اللي بتخص المكافي. هذا الكلام ينطبق على جميع الروابط. من هون هذه الهوم، من هون الاول، من هون
المزاد من هون بايت ناو، تقدر تختار كل اللي انت بدك اياه من هون داخل هذه الخيارات. وبعد هيك لو نزلنا تحت على الاخر شباب بنلاقي انه هنا في عندي الكاتيجوري كلها موجودة، يعني انت عندك الموقع مش متخصص فقط بديجيتال او سوفتوير او نيتش معين، هو شامل لجميع النيتش اللي موجودة على اي باي. ممكن اختار على سبيل المثال ممكن اي شيء بدي اياه، وليكن فيديو جيمز مثلا، نشوف ايش ممكن يعطينا على الفيديو جيمز. هذا فيديو جيمز اعطانا اياهم زي ما تشايفين شباب، مباشرة طبعا بسرعة البرق بيعطيك اياهم. هذه منتجات، لو اخترنا مثلا من هون هيلث اوكي زي ما انتم شايفين، هذه منتجات بيحضر لنا اياها مباشرة. ولو نزلنا مباشرة هون بقدر من خلال الاكثر بحثا بقدر اختار برضو من هون اي شيء بدي اياه، برضو كله بيشتغل معاي. هاي مثلا اتش دي كاميرا زي ما انتم شايفين، كل هذا الكلام اصبح عندي الان موجود داخل موقعي. الستايل تقدر تتحكم فيه شباب، هذا الاسم اللي احنا اخترناه الاي باي شوب اللي انت شفته مكان ما ذكرناه ومكان ما عدلناه. تحت هنا الكوبي رايت اسم الموقع مكان موجود سايت نيم، وهنا الهوم عشان يرجعك على الصفحة الرئيسية من هون، ترجع الصفحة من البداية من خلال تقدر تعيد البحث بالطريقة اللي بدك اياه. من هنا بنختار مثلا الأقل سعرا، نعمل فايند، نفس الطريقة بيجيب لنا منتجات هاي زي ما انتم شايفين. لو شفتوا شباب هاي الأقل سعرا من هون، طبعا انتم ممكن تقدروا تكبروا من هون عشان تقدروا تقرأوا الكتابة كاملة بهذه الطريقة براحتك، يعني هذا الكلام ما عندك مشكلة، بتقدر انت تعدله بالطريقة اللي بدك اياه. ممكن تختار الهاي، ممكن تختار اللي بدك اياه، ما عندك اي مشكلة. اي منتج بدك اياه ممكن تختاره، بيست ماتش بجيب لك كل شيء. نختار من تحت لو بدنا نختار حسب الكاتيجوري، نقدر نختار من هون الكترونيك اي باي موتورز دي في دي هوم جاردن اوكي. هذه المنتجات شباب زي ما انتم شايفين، بهذه الطريقة انت بتحصل على موقع بشكل سريع جدا جدا جدا، مضاف له منتجات من اي باي بشكل مباشر، تحصل على عمولتك على المبيعات بشكل مباشر من اي باي. أصبح عندك الآن خلال دقائق معدودة موقع متخصص وجاهز لبيع المنتجات من إي باي بالعمولة، مجرد ما العميل قام بس بالضغط على أي فيو زي ما أنتم شايفين بحوله على الصفحة الخاصة بإي باي، وبيقدر من هون يشتري، وبتسجل إليك هذا الرابط بشكل مباشر سواء كزيارة أو كباي. الثيمز دليتكم انا من وين بتقدر تقوم بتعديل وتغيير الثيمز من السي اس اس. لو دخلت هون على الفولدر هذا تجد بداخله الثيمز، هذه الملفات اللي داخل الثيمز كلها قوالب، تقدر تستخدم اي قالب بعجبك، بس قوم بنسخ الاسم بدون السي اس اس وقوم بتغييره من ملف الكونفيج من هون. لو رجعنا المرة الأخيرة عشان نعرف الإعدادات وين، هاي ملف الكونفيج من هون، بس على التعديل وأفتحه بهذا الشكل وأقوم بتغيير الثيم من هون فقط. هيك إحنا بتغير عنا الثيم. أعطيك أنا مثال أمامك، هذا إيباي، هذا ثيم، أنا راح أخذ واحد بشكل عشوائي طبعا، هذا مثلا أوكي، نشوف كيف راح يطلع معانا، بس غير اسمه بهذا الشكل، سيف
سيف. الآن لو ذهبنا إلى الموقع عملنا ريفرش للصفحة، هذا هو الثيم شباب، تغير شكله زي ما انتم شايفين، أصبح بشكل جديد. عندك ما يقارب 15 ثيمز تقدر من خلالهم تغير وتعدل بالطريقة اللي بتشوفها مناسبة لحين ما تصل للشكل اللي بتجده مناسب لقبوله عند إيباي بشكل رسمي بدون أي مشاكل. أنت بحاجة لإضافة بعض المحتويات للسكريبت، ممكن تقوم بإضافتها في منطقة الهيدر هون مثلا، تقوم بإضافة أي محتوى بدك إياه هون، محتوى نصي اللي بدك إياه ممكن تضيفه، ممكن تقوم بإضافته بعد المنتجات، لو نزلت تحت ممكن تضيفه بهذا السكشن من هون. كل هذا الكلام تقدر تتحكم فيه من خلال ملف الاندكس هون، لو نزلنا عليه بس وفتحناه ما تصعب الأمور على أنفسكم، الموضوع سهل. هون هو بيعطيني انكلود هيدر، هذا هو الهيدر اللي كنا نتكلم عنه، وبعد هيك هون بيجي عندي السيرش فورم، هذا هو السيرش فورم اللي هو المنطقة هذه شباب، هذه المنطقة اللي احنا قاعدين نتكلم عليها. وبعد هيك هو أعطاني هون البراوز اللي هو اللي تحت هذا هون، هذا المنطقة. فأصبح عندي لو أنا بدي أضيف قبل البراوز معناها أنا بدي أضيف بالمنطقة هاي هون، هون هذه المنطقة هون. طبعا عندك تضيفها أنت عبارة عن كود إما HTML أو كود PHP، واللي بيعرفوا بالبرمجة حتى لو معلومات بسيطة بيفهموا إيش اللي لازم يعملوه. هون الكود تقدر تضيف، وإذا ما عرفتوا ممكن أنا أعطيكم أي كود جاهز وتقوموا أنتوا بس بتعديل كلمات عليه اللي بدكم إياها بإذن الله، وبنزلكم إياه داخل الجروب. الموضوع سهل، ما بده أكثر من هيك، أنا شايفه سهل جدا، ما بده تعقيدات. منتجات تقدر تحصل عليها خلال ثواني، خلال دقائق معدودة. أصبح الآن عندك موقع، تمتلك هذا الموقع تستطيع البدء بالربح من تسويق لإيباي بالعمولة من خلال هذا الموقع. أتمنى أنه يعجبكم السكريبت، إن شاء الله سهل جدا. راح تجد هذا السكريبت موجود داخل منصة أكتيف ديجيتال، راح يكون برضو بسعر رمزي كالعادة شباب، بس عشان المهتمين هم اللي يحصلوا عليه.